أهلا وسهلا يا جماعة. طبعا بعد مباراة نادي الزمالك أمام فريق الوداد، الزمالك يخسر بهدف للا شيء عن طريق اللاعب يحيى جبران من ضرب الجزاء. الزمالك أهدر فرص كتير جدا من بداية اللقاء، وأولها بكرة سيزو في الدقيقة 5 من على 6 يارد، وبعديها عمر السعيد، وتخاذل بين اللاعب ما تعرفش ازاي اللعيبة مش واقفة صح في الملعب وبيخبطوا مع بعض. الزمالك طبعا بعد ما دخل في مرمى هدف حاول يرجع بكل قوته، لكن كان الوقت خلاص فات، لأن الوداد فرقة كبيرة في النواحي الهجومية والنواحي الدفاعية، فالزمالك ما قدرش. وطبعا تخاذل كبير بين اللعيبة والمدرب. المدرب أول واحد سحبه أحمد سيد زيزو اللي هو أهم واحد في الفريق، تم سحبه أول تبديل، وطبعا نزل بكانو ونجم، ونجم ما فيش خالص، ومش قادر يعمل حاجة. ونجم قدام الوداد أشرف بن شرقي متخاذل ولا باص صح، أشرف بن شرقي ولا باص صح في المباراة، كل محاولاته غلط، بيستلم الكرة يديها لفرقة الوداد، بيحسس نفسه إن هو بيلعب مع الوداد لسه. وبكده طبعا نادي الزمالك بنسبة كبيرة خارج دوري أبطال أفريقيا الموسم ده، لأن نادي الوداد في المركز الأول ب9 نقط، ونادي بترو أتلتيكو ب7 نقط، ونادي الزمالك بنقطتين. وبكده الزمالك يعني ممكن فرصة بالأرقام، ممكن كده نادي الزمالك في خارج البطولة حالة فوز بترو أتلتيكو على سغرادة، لأن بترو أتلتيكو هيلعب على أرضه وسط جمهوره، فبالتالي صعب جدا إن يخسر، إن هو حتى لو اتعادل الزمالك خارج المجموعة. الزمالك من أول ما بدأ دوري الأبطال في تخاذل بين اللعيبة، بين إدارات، بين لعيبة، بين مدرب، مين المدرب اللي قاعد، مين المدرب اللي مكمل، مفيش استقرار في نادي الزمالك. اللعيبة محدش عارف مين مع مين، والله اللعيبة بتخبط في بعض، إمام عاشور بيخبط في أوباما، أوباما بيخبط مش عارف في مين، مفيش قدام، عمر السعيد ضايع خالص، عمر السعيد رايحة منه خالص، عمر السعيد قدام الجون فاضي، عمر السعيد بيهدر كرات غريبة، متعرفش ازاي عمر السعيد بيلعب اساسي في نادي الزمالك وراكن سيف الدين الجزائري اللي هو كان هداف بطولة العرب والمهاجم الاول لمنتخب تونس، ازاي يعني يبقى سيف الدين الجزائري بره وعمر السعيد هو المهاجم في ماتش مهم زي ده وماتش مصيري، لان انت لازم تكسب. اكيد فريرة ما يعرفش حاجة عن لعيبة الزمالك، لان لو يعرف ان لعيبة الزمالك اهم لاعب موجود في الزمالك حاليا هو احمد سيد زيزو يسحبه في اول تغيير مش ممكن. الزمالك من ساعة ما خرج احمد سيد زيزو مفيش شكل هجومي، يعني بن شرقي مش عامل ولا باص صح ولا باص صح، خلى بن شرقي وطلع احمد سيد زيزو. فعلا فريرة مش عارف حاجة عن الزمالك خالص، امال ازاي طلعوا بيقولوا ان فيرير عارف كل كبيرة وصغيرة في نادي الزمالك وعنده مجموعة من المعلومات لمدة 3 مواسم سابقة؟ يعني ده يعني زيزو اهم لاعب في الزمالك يخرج في اول تبديل، حاجة غريبة جدا. وطبعا الزمالك كان ممكن يدخل في جون والتاني، لكن طبعا براعة ابو جبل والدفاع منعت الكلام ده، ولكن هجوم نادي الزمالك مش موجود، هدوء هجوم الزمالك مش موجود تماما في المباراة. يا راجل ده أحمد سيد زيزو فعلا ضيع أول كورة في الدقيقة 5 من على خط المرمى، لكن الدفاع بتاع الوداد مرتب جدا جدا، الزمالك حاول كتير يستغل أخطاء الدفاع، لكن الدفاع متكتل وبيلعب على الهجمات المرتدة، وفعلا لعبوا كورة ثابتة خطيرة وجابوا منها ضربة جزاء ونفذها بشكل رائع، نفذها بشكل رائع اللاعب يحيى جبران، عملها بطريقة عالمية الصراحة. والوداد كان ممكن يجيب هدف والتاني والتالت، لكن طبعا الزمالك لسه ممكن يكمل في دوري الأبطال في حالة إن سغرادة يفوز على بترو أتلتيكو، وهو صعب شوية كان ممكن، لكن نتمنى كل الخير للنادي الأهلي الماتش القادم مع سان داونز. يا ريت تكتب لنا رأيك في الموضوع، النادي الزمالك في تخبط كبير من ساعة خروج كارتيرون، ومن ساعة ما كارتيرون كان جات له عروض وماشي من نادي الزمالك، ونادي الزمالك بقاله فترة غايب عن المكسب، بقاله فترة كبيرة خارج الفوز. طبعا نادي الزمالك حالة صعبة جدا، لكن الزمالك ممكن يعود، ممكن يعود. وبكده تكون قصة حلقتنا النهاردة.
رأيك في اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ ياريت تسيب لي رأيك تحت في التعليقات، وسلام.